النهارده كان في قرعه الدوري المصري الممتاز. تعالوا نشوف المؤتمر الخاص بقرعه بطوله الدوري للموسم الجديد. نرجع بقى نتكلم تفصيلا عن القرعه، خليكم معنا. انا بشكر طبعا النائب احمد دياب على حسن تنظيم السنه دي، والدوره معموله الدوري الجوله الاولى معموله بالكمبيوتر، ال 17 ماتش موجودين، صحيح لسه المواعيد بتاعتهم ما اتحطتش، لكن اتمنى ان هو يبقى دوري منتظم. على الكلام اللي اتقال دلوقتي ان الدوري هينتهي 30/5 وكاس الرابطه هينتهي 10/6، يعني الموسم هينتهي كله في 10/6، وده اعتقد ان وقت هايل جدا لنهايه الدوري، الفرق تستريح، والاهم من كل ده ان فترات القيد تبقى زينا زي دول العالم كلها، نقدر نستقطب لعيبه من بره فتره قيد عاديه، واحنا نفس الكلام لعيبه تطلع من عندنا لاوروبا او لاي دوله تانية، هيبقى فتره قيد واحده ان شاء الله. يا ريت يا ريت ما يحصلش تاجيلات وما يحصلش تجاوزات، لكن انا اعتقد اللفه الثانيه هي اللي هيبقى فيها مشكله، لان العدد هيبقى فردي، فاعتقد ان كل فرقه هتطلع باي لما المنافسه هتحتد غصب عنه، هيبقى هيعدل في بعض الماتشات عشان مبدا تكافؤ الفرق. اعتقد موسم استثنائي بقى استثنائي على الكل يعني. بالنسبه للقرعه النهارده، القرعه بصراحه قرعه استثنائيه زي ما بيقولوا، يعني موسم استثنائي وقرعه استثنائيه وحاجه مشرفه لمصر، ويمكن دي هتبقى البدايه الحقيقيه للكوره في مصر ان شاء الله. من النهارده في حاجه حلوه بتحصل، يا ريت نبني عليها بقيه الايه الحاجات اللي جنبها، تحكيم وفار وي والكلام ده كله، يا ريت المنظومه كامله، يا ريت المنظومه كلها تكمل بقى على ايه، على المستوى ده. ضد اكيد فرق معينه، مع اكيد لفرق تانية، بس بالنسبه لغزل المحله انا اتعودت على نظام السنه اللي فاتت. انا بالنسبه لي يعني هنقول خبره في الدماغ، يعني هنعرف نتعامل، وعشان كده بقول لحضرتك عند 17 ماتش، عند 17 ماتش كاس، عشان كده ما ببصش حضرتك مين هيلاعبني جوه ومين هلاعبه بره، ما تفرقش معايا، انا بلعب على 3 بونت جوه او بره، عشان انا عندي في غرض معين وفي بوينت معينه عايز اوصل لها، وان شاء الله نوصل لها. اتمنى وافتكر انه بقى اكثر انتظاما عشان حاجه واحده، لانه هينتهي في مده معقوله جدا وعنده مساحه من الوقت انه يسكن كل حاجه. هي بس الملحوظه كاس الرابطه، انا وقعت في مجموعه المصري، عندي 4 متوشه، عندي منهم 3 بره، اول مره اشوفها انا، وانا لعيب ما شفتهاش وانا راجل مسؤول ما شفتهاش، فارجو انهم ما اعرفش يعني، بس كده كده هنلعب عادي. والله هو موسم استثنائي للكره المصريه، وهو تعديل مسار للكوره، ودي خطوه بيتبني عليها، ودي تحسب برضو لرابطه الانديه ومجالس الادارات الانديه ان هي ساهمت في حاجه زي كده، وان شاء الله باذن الله يبقى موسم خير للكل. موسم استثنائي في ملاعب، في ماتشات، في توقيتات، وبالتالي احنا كلنا لازم نساهم فيه. وبالنسبه للبطوله هي الماتشات نفسها، يعني احنا برضو زد ومودرن وسيراميكا والاهلي والزمالك بيلعبوا على استاد القاهره، وبالتالي الماتشات كلها واحد. هو ان شاء الله باذن الله احنا حاطين، خدنا خطوه السنه اللي فاتت، وصلنا نهائي كاس، قدمنا كوره كويسه في الدوري. السنه دي ان شاء الله نبدا نبني على اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت، وان شاء الله يبقى لينا حظ ان شاء الله في بطوله باذن الله. والله انا شايف ان القرعه او الدوري الاستثنائي ده احنا مرينا بيه قبل كده، والناس كلها عارفه حرس الحدود مر بالدوري دوت السنه اللي فاتت في دوري المحترفين. احنا لعبنا دوري من دور واحد، بعد كده لعبنا مجموعتين. حابب ان انا اقول ان الموضوع صعب، يعني هو الموضوع مرينا بيه السنه اللي فاتت كان صعب شويه، لان في الدور الاول بتحتاج ان انت تلم نقط كتير عشان تبقى من ضمن المجموعه الاولى اللي هتلعب على المراكز الاولى. انا شايف ان الدوري السنه دي ان شاء الله احنا خدنا تجربه فيه، بس ان شاء الله السنه دي ان احنا نأدي فيه ويبقى شكلنا فيه كويس. الدوري هيبقى صعب لان احنا خدنا التجربه دي، فكان الموضوع صعب شويه، وان الموضوع كان يعني كان في صعوبه في ان انت تاخد نقط كتير في الدور الاول عشان تبقى كويس في الدور الثاني. ما فانا شايف الموضوع صعب، يعني الموضوع الدوري الجديد صعب، بس ان شاء الله ان احنا حرس حدود احنا خدنا تجربه، فان شاء الله ان احنا نكون اهل بالتجربه ديت السنه دي برضه. طبعا هو نظام استثنائي عشان خاطر ظروف الدوري واللي حصل السنين اللي فاتت، وان احنا بنخلص متاخر في وقت ما الدوريات بتبتدي، احنا بنبقى لسه هنخلص يعني، فهو موسم استثنائي. اتمنى النجاح طبعا للشركه الالمانيه اللي جايبينها عشان تعمل نظام المسابقه، هي جايه عشان انتظام المسابقه، نتمنى ان شاء الله المسابقه تبقى منتظمه، وهو ده النجاح السنه دي، ان انت تخلص في ميعاد، هتبتدي في ميعاد وتخلص في ميعاد بدوري منتظم، ده النجاح السنه دي. كل سنه بيراميدز بيتقدم خطوه لقدام،
قبل كده كان بيبقى المركز الثالث، بقاله ثلاث سنين دلوقتي المركز الثاني، شارك السنه اللي فاتت في دوري الابطال ما وفقش في دوري المجموعات، السنه دي ان شاء الله يوفق ربنا يوفقهم في دوري المجموعات. خدنا الكاس الموسم اللي فات، عندك كاس سوبر، ماتشات قويه جدا هترجع على دوري، فالموسم كبير والبطولات كتيره. بيراميدز منافس؟ اه طبعا منافس، بقاله كام سنه بيراميدز موجود في الساحه وموجود في الصوره ومنافس لكل البطولات اللي بيشارك فيها. ضد ازاي؟ انا مش شايفه، هو كله متساوي يعني، كل الانديه موجودين في النظام الجديد متساويين، مش شايف حد مع او ضد، ما اظنش.